مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية: قاتل في إب يعود لأسرة القتيل بعد 25 عاما طالبا القصاص. وفي الصحيفة الفرنسية تتحدث عن يمنيون يتلقون دروسهم تحت الأشجار. وفي الأخبار المنوعة: علماء يدرسون تبريد حرارة كوكب الأرض بحجب أشعة الشمس. في واحدة من الحوادث النادرة عاد قاتل أحد المواطنين إلى أسرة القتيل بعد مضي 25 عاما من الحادثة، وعنون موقع المصدر أونلاين: مات قبل أن يتلقى العفو. قاتل في إب يعود لأسرة القتيل بعد 25 عاما طالبا تنفيذ القصاص. وقالت مصادر محلية إن المواطن قاسم مصلح النظاري من قرية اللحج عروان بمديرية السبرة عاد إلى القرية طالبا تنفيذ حكم القصاص عليه في مقتل المجني عليه أحمد علي النظاري بعد سنوات طوال من الهروب والتخفي. وأضافت المصادر بأن عودة الجاني بتلك الطريقة المفاجئة والاعتراف الذي حمله الجاني لجريمته ومطالبته بتنفيذ القصاص غيرت مشاعر أسرة المجني تجاهه والتي قررت العفو عنه. وبينما كان أهل المنطقة يعدون لإقامة مراسم العفو التي يفترض أن يعلن فيها أولياء الدم مسامحة الجاني، توفي المتهم بالقتل بصورة مفاجئة وشكلت صدمة إضافية للموقف الذي شهدته المنطقة، لتشهد المنطقة صباح أمس الثلاثاء حدثا مفاجئا حمل الغرابة والدهشة والحزن في آن واحد. وأعلن أولياء الدم العفو أمام جموع المواطنين والذين عادوا بعد ذلك لدفن المتهم بالقتل. قال سكان إن الغاز المنزلي والمشتقات النفطية الأخرى اختفت بشكل مفاجئ من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها حوثيون. ووفقا لموقع يمن مونيتور، اختفاء الغاز المنزلي في صنعاء وسط تفاقم أزمة الوقود. وقال السكان للموقع إن الغاز المنزلي اختفى بشكل كامل من محطات التعبئة في العاصمة صنعاء في أزمة تبدو مفتعلة، إلى جانب إغلاق معظم محطات المشتقات النفطية في صنعاء بسبب ما قالوا إنه نفاد الوقود. وأفادت شركة النفط الخاضعة للحوثيين أنها قامت بتقليص عملية التوزيع كي لا تنفد الكميات المتاحة. وحسب مراسل الموقع، فقد نشرت جماعة الحوثي لجانا ميدانية على محطات الوقود وتمنع المواطنين من تعبئة أكثر من 40 لترا من البنزين. كما نشرت الجماعة برنامجا تموينيا للمحطات الوقود التي ما زالت تبيع تلك المشتقات. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر أيلول 2014، ومن ذلك الحين تدير الجماعة معظم محافظات الشمال بعد سيطرتهم عليها، وحول الحوثيون المشتقات النفطية إلى سوق سوداء تابع لها تبيع فيه المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة. اليمن التائه. تحت هذا العنوان كتب محمد الشبيري مقاله المنشور في يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال: في خضم صراع أنصار وخصوم فبراير، وجدت الميليشيات المسلحة فراغا ملأت، راحت تعبث هنا وهناك، فيما السلطة والمعارضة سابقا منشغلات بجدل بيزنطي حول من المسؤول عن تمكين الميليشيات شمالا وجنوبا من زمام الأمور وترك الساحة لها دون رقيب أو حسيب. الحقيقة أيضا أن صالح لم يؤسس على مدى ثلاثة عقود من حكم البلاد دولة مؤسسات راسخة البنيان، وقضى الرجل طيلة سنين حكمه متغنيا بالجمهورية التي تلاشت معالمها خلال ساعات من إحكام الحوثي قبضته على العاصمة صنعاء. لم يكن هادي حالة مختلفة عن سلفه، ومضى على الطريق ذاته بغض الطرف عن المعطيات التي صاحبت كل فترة، إلا أنهما يشتركان في نظرتهما تجاه فلسفة الدولة وطريقة الحكم القائم على تمكين العصبويات والأقارب والأصدقاء، فساهما في إهدار فرص عديدة كان يمكن من خلالها الحفاظ على الدولة وإن في حدودها الدنيا. تعيش البلاد اليوم حالة من التيه، يسيطر المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء وبعض أجزاء من مدن الشمال،
ويبسط المجلس الانتقالي المدعوم تدريبا وتسليحا من الإمارات هيمنته على العاصمة المؤقتة عدن جنوبا، ويعيش هادي وحكومته ونخب البلاد وأحزابها حالة لجوء هنا وهناك دون أن يتوصل الجميع إلى حالة وفاق وتصالح تنهي هذه الحالة الشاذة التي تمر بها اليمن. وبدون ذلك سيستمر حكم الميليشيات وتزداد قوتها كل يوم، وتتضاءل وفقا لذلك فرص بناء الدولة واستعادة البلاد عافيتها من جديد. شنت نقابة يمنية مطلع الأسبوع الحالي هجوما لاذعا وشديد اللهجة على القيادات الحوثية المسيطرة على صنعاء على وزارة الكهرباء، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط مساع حوثية في صنعاء لتأجير مؤسسة الكهرباء لقيادات في الجماعة. واستغرب بيان صادر عن النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرة الانقلابيين من محاولة قيادي حوثي تجاهل المستثمرين في هذا القطاع، والبالغ عددهم 320 مستثمرا وبرأس مال تجاوز 32 مليار ريال يمني وبقوة عاملة بلغت أكثر من 11 موظف منذ بداية الحرب التي خلفها الانقلاب. وكان سكان محليون في صنعاء كشفوا مطلع سبتمبر أيلول عن نهب الميليشيات الانقلابية عقب اجتياحها صنعاء مئات المولدات الكهربائية الحكومية والخاصة. وقال السكان للشرق الأوسط إن الميليشيات استخدمت تلك المولدات المنهوبة والشبكة العمومية وتاجرت بها على أساس أنها كهرباء تجارية خاصة، بينما هي مولدات حكومية سطت عليها. وبحسب تصريحات السكان المحليين فقد أوقفت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها خدمة الكهرباء العمومية وعملت على إحلال الكهرباء التجارية بديلة عنها وبتكاليف باهظة. وأكد موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة الميليشيات للشرق الأوسط وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها الميليشيات على مدى السنوات الأربع الماضية. الحرب ليست نزهة. تحت هذا العنوان كتبت الأديبة الكويتية سعدية مفرح قالها المنشور في صحيفة العربي الجديد. عجبت وما زلت أتعجب من الذين لم يتعلموا الدروس الكثيرة التي مرت بتاريخ البشرية على طريق الحروب الطاحنة، وها هم هذه الأيام يرفعون الرايات ويكتبون القصائد ويدبجون المقالات تبشيرا بالمعركة التي يظنون أنهم يختارونها بعناية، ولا يعلمون أنهم مجرد أدوات فيها، وفي أفضل الأحوال ضحايا لتجريب أسلحتها الجديدة مدفوعة الثمن أضعافا مما تستحقه فعلا. هذه المرة تبدو المنطقة الخليجية ساحة محتملة جديدة لحرب جديدة ربما تندلع بين لحظة وأخرى لا سمح الله، ومع كل أمنياتنا بأن تحل كل المشكلات العالقة بين دول المنطقة قبل أن يكون الخيار الحربي الأقرب، فإن هذا لا يمنع من اتخاذ تلك الظروف الملبدة بالغيوم السوداء فرصة لفهم سيكولوجيات بعض الناس الذين يرون في الحرب، أي حرب، طريقاً معبدة إلى تحقيق طموحاتهم الشخصية والعامة. أعرف أن هناك من يرى أن الحرب تبدو كالطلاق بين الأزواج أحياناً باعتبارها أبغض الحلال، وأنها شر لا بد منه في حالات الدفاع عن الدين والوطن والنفس إن فشلت الحلول الممكنة الأخرى أو وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. أما أن تكون هي الخيار الأول للحل فهذا ما لا أفهمه وما لا ينبغي للبشرية أن تخضع له. وفي حالة تلك الحروب شبه المجانية التي تتحطم فيها الطموحات والأحلام الفردية وتتغير مصائر البشر فيها على نحو مؤسف ومفاجئ غالباً، وتتناثر الأشلاء والجثث في فضاءاتها المفتوحة على الخراب والدمار والقتامة في الروح والأعطاب في الأجساد المتبقية على قيد الحياة، يبدو فيها الإنسان أضعف مخلوقات الله سواء أكان الجاني أم المجني عليه، حيث يتساوى في الأمر هنا بين متخذ قرار الحرب مع ضحاياها من الجنود المحاربين وأمهاتهم المكلومات وزوجاتهم المنتظرات وأبنائهم الباقين على قوائم الانتظار أو اليتم أو الحرمان. الكل في النهاية خاسر بالغ الخسارة، حتى وإن رفع رايات النصر وامتلأ صدره بنياشين الشجاعة. يجلسون على الأرض تحت ظلال الأشجار، يضعون دفاترهم على ركبهم،
يستمع حوالي 20 طالبا بانتباه إلى معلمهم بالقرب من مدرسة لم يكتمل بناؤها في جنوب غرب اليمن بسبب الحرب. هذا مفتتح تقرير نشرته صحيفة لوبس الفرنسية بعنوان في اليمن دروس على الهواء الطلق لأطفال المدارس. عند عودتهم إلى المدرسة لا يزال الأطفال المسجلون بالمدرسة الابتدائية في منطقة الكشار بمحافظة تعز محرومين من الكراسي والطاولات والسبورات، لكن المعلمين يريدون إعطائهم الدروس في الهواء الطلق وبالوسائل المتاحة. ثم تتحدث الصحيفة الفرنسية في التقرير الذي ترجم لصالح قناة بلقيس عن طالب اسمه عبد السلام المحمدي يلبس قميصا أبيضا وشالا على رأسه، يحمل بين يديه ورقة بيضاء كبيرة بمثابة سبورة صغيرة، وأمامه يصغي إليه الفتيان والفتيات باهتمام، وبالقرب منه يكتب مدرس اللغة الإنجليزية مجيب علي محسن الحروف الأبجدية بالطبشور الأبيض على حائط غير مكتمل في مبنى لا سقف له يحميهم من الشمس. تجلس الفتيات بمحاذاة حائط صغير يبحثن فيه عن مساحة صغيرة من الظل. أما المعلم الثالث فكان أكثر حظا، فهو يعطي درسه على قطعة من سبورة سوداء أمام حوالي 30 طفلا يجلسون على الأرض. لا يمكن استكمال بناء مدرسة الكشار بسبب نقص التمويل الذي تسببت به الحرب التي اندلعت في اليمن في العام 2015، تاريخ التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية وحلفائها لمساعدة الحكومة ضد الممردين والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. استولى الحوثيون على أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، ووفقا للأمم المتحدة هناك أكثر من 2500 مدرسة في الوقت الحالي غير صالحة أو غير صالحة للاستخدام في اليمن، وهناك مليونان من أصل 7 ملايين طفل يمني في سن الدراسة خارج المدرسة. هناك أيضا 3,700,000 شخص معرضون للخطر أو لخطر التسرب من 13 محافظة في البلاد بسبب عدم دفع رواتب المعلمين. الهجوم على حقلي نفط في السعودية يزيد من حدة التوتر في الخليج، وتوقيت الحادثة ليس من باب الصدفة لأن دور كل من إيران والصين يمكن أن يغير الوضع الاستراتيجي جذريا في المنطقة. ووفقا لموقع الدي دبليو الخليج على وقع طبول الحرب، فما موقع الصين في الأزمة؟ وعلى موقع الدي دبليو قال إنه وعلى طول مضيق هرمز يظهر نزاعان كبيران، الحرب بالوكالة في اليمن لقياس القوة بين السعودية وإيران واستعراض القوة عقب إعلان ترامب عن التخلي عن الاتفاقية النووية. ويزداد الوضع في الخليج تأزما في ظل التقارب الكبير بين الصين وإيران، فبحسب تقارير وسائل إعلام إيرانية فإن البلدين اتفقا على إبرام تعاون اقتصادي وعسكري وثيق. وتفيد التقارير أن بكين ستوظف استثمارات بقيمة 400 مليار ريال في إيران، ففي السنوات الخمس المقبلة وحدها يراد صرف 280 مليار ريال أو مليار دولار في تطوير منظومة إنتاج النفط والغاز الإيرانية. كما سيتم ربط إيران بشبكة نقل طريق الحرير الجديدة، وسيتم نشر 5,000 موظف أمني في إيران لحماية المنشآت الصينية، وهذا التعاون من شأنه أن يغير بصفة جذرية موازين القوة الاستراتيجية في الخليج. وجود وحدات صينية مستقبلا على الأراضي الإيرانية وفقا للموقع يصعب من شن هجمات من الخارج، في حال تضرر جندي صيني إثر هجوم من الخارج فإن بكين قد تفسر ذلك كهجوم متعمد ضد جيشها، ومن يهاجم مستقبلا إيران يخاطر بأن يقاتل أيضا ضد القوة العظمى الصين. ومن وجهة نظر الذين يراهنون على الحل السياسي فإن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للقيام بذلك، والذريعة التي تسوقها الإدارة الأمريكية كفيلة بإقناع المجتمع الدولي بهذا التحرك، وكل هذا قبل انطلاق التعاون الإيراني الصيني. العرب في مهب الريح، تحت هذا العنوان كتب كمال عبد اللطيف مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. نواجه اليوم عربا ينخرطون بشكل جماعي في بناء جملة من ردود أفعال يمكن أن تسعفهم بمواصلة البقاء في الهامش. هم لا يمتلكون القوة والإرادة اللازمتين للمحافظة على كياناتهم أمام القوى الإقليمية والدولية التي أصبحت تمارس نفوذها بشكل واضح ومعلن فوق أرضهم. ونستطيع أن نتحدث اليوم عن جامع واحد يشمل مختلف الأقطار العربية
يتعلق الأمر بالنفور من مبدأ الحوار والنفور من الإصلاح والدخول بدل ذلك في دوامة من التنافس غير المفهومة وغير المحسوبة عواقبها، بدل رسم سيناريوهات التعاون والتكامل والتنمية بلغة العصر. ولعل تأمل ما يجري هنا وهناك يظهر أن الأنظمة العربية تقوم بأدوار ترتبط أساساً بمصالح قوى أخرى تاركة مختلف طموحاتها جانباً. ومن الأمور التي تثير الدهشة والغضب في آن اختفاء آليات التشاور والعمل التي كانت تربط مجموعة من الدول العربية في تجمعات إقليمية، حيث لا يوجد اليوم تجمع من التجمعات العربية الإقليمية يفعل مواثيق عمله ومؤسساته ويحترم مواعيد عمله وينفذ التوصيات والبرامج التي تم الاتفاق عليها. لا نقر باستحالة ديمقراطية في الراهن العربي، بل بصعوبة توطين شروطها ومقوماتها الأساس في الثقافة والمجتمع، كما أننا لا نستسهل إمكانية تمثل متطلباتها وتبئياتها في الحاضر العربي، ونتعلم من ثورات الربيع العربي ما يدفعنا إلى الاعتراف بعدم كفاية التخلص من الحاكم المستبد. ذلك أن جني ثمار الحرية يتطلب بعد إسقاط الحاكم المستبد الحرص الجماعي على عمليات تأسيس قواعد الإصلاح الديمقراطي ومؤسساته. نشرت صحيفة الديلي تيليغراف مقالا كتبه كون كوغلين يرى فيه أنه لا حل مع المسؤولين المتشددين في إيران. ويقول كوغلين إن بيان المرشد الأعلى في إيران آية الله خامنئي عقب الهجوم على المنشآت النفطية السعودية واضح وصريح. المسؤولون الإيرانيون لن يتفاوضوا مع المسؤولين الأمريكيين. ويضيف أن أهمية تصريح خامنئي تكمن في أنه تزامن مع محاولة إدارة ترامب فتح القنوات الدبلوماسية مع إيران، وإن كان ترامب هو من تسبب في تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ولكنه لا يسعى إلى مواجهة عسكرية بين البلدين. ويرى الكاتب أن ترامب والمسؤولين الغربيين يتوهمون أن الحل يكمن في التواصل مع المعتدلين في إيران. وتحدث البيت الأبيض عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس ترامب والرئيس حسن روحاني على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويرى الكاتب أن فرص انعقاد هذا الاجتماع تكاد تكون منعدمة بعد تصريح خامنئي، فقد بيّن المسؤولون المتشددون في إيران مرة أخرى من يملك السلطة الحقيقية في البلاد. فسلطة المرشد الأعلى فوق سلطة الرئيس المنتخب وغيره من المسؤولين، كما تعززت سلطة المرشد الأعلى في السنوات الأخيرة. وهذا يعني أن الكلمة الأخيرة بيد المتشددين، فهم الذين دفعوا إلى تدخل إيران عسكريا في بلدان مثل سوريا واليمن والعراق، وهم المسؤولون عن استهداف المنشآت النفطية السعودية. كشفت دراسة حديثة عن كما نقلت صحيفة البيان أن كوكب الأرض غرق في عصر جليدي قبل 470 مليون عام بعد انفصال كويكب، مما أحدث سحابة ضخمة من الغبار حجبت ضوء الشمس. وينظر العلماء حاليا في اختلاق حدث مماثل من صنع الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تبريد المناخ في الوقت الحالي. وأفادت الدراسة التي أعدها علماء من جامعة لوند في السويد ومتحف فيلد في شيكاغو بأن هذا الكشف غير متوقع، يمكن أن يكون ذا صلة بمعالجة ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في الكوكب إذا تم الفشل في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت الدراسة أن مثل هذا الغبار تسبب في بعض الأوقات في تبريد الأرض بشكل كبير. ولأكثر من عقد ناقش باحثون طرقا اصطناعية مختلفة لتبريد الكوكب في حالة حدوث كارثة مناخية كبرى. ويبحث العلماء الآن إمكانية وضع الكويكبات على غرار الأقمار الصناعية في مدارات حول الأرض لإطلاق الغبار الناعم باستمرار وحجب أشعات الشمس جزئيا. صور للظل وبعض الألوان نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
الكاريكاتير فنون يسابق الكلمة والصورة ويحمل الكثير من المعاني ويختصرها في رسمة واحدة. مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة من حلقة اليوم. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.